نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد منافي ينتسب، وأمه أمينة الزهرية أرضاعة حليمة السعدية، مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وغائدنا محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم كما لطفت في عظمتك دون لطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس صدورك العلانية عندك وعلانية القول كالسر في عندك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم أصبحنا فيه وأمسينا فيه فرجا ومخرجا. بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إخوتي الأعزاء، موضوعنا إن شاء الله تعالى عاوة وصفة الجنة. جنة صفات كذا هي نعمة هي وحى إلهي سبحانه وتعالى دتك مؤمنين تي متقين تو أبلن قاضي أيان إن شاء الله تعالى كسا قادنا إن موضوعنا عاوة. إلهي سبحانه وتعالى وحليه هي والله إلهي يدعوه يريا إلى دار السلام، نبت قلية الدار تهدى أيه ويريا ذاتكوه دار السلام وجنة ذاوه دارت النبت قلية ذا ومركي اللي قالوا وح مكروها أي وحد نباتا أي قفك وح ونفس ذا مر نبونا أركين وح كل فئية تكاليف كركي سماهان وح لقدون أي مجره وحو نفسنا يو نفتي سو نعيس أركي مايو نعمة أيو كجرا إيا وحال وحي نفتي سو إشتهي سأم بس تاسو إلهي أوي ريادتك. والله إلهي يدعو إلى دار السلام، نبت قلية دا دار تيدا أيو إلهي أوي ريادتك، ويهدي إلهي وهنون يا من يشاء قفكو دون إلى صراط ودوكوهن يا مستقيم وتوسوي أودد جنتك بيني سرضها إلهي لقو قاري يوي. قال تعالى إلهي وحيد: إن الذين آمنوا كوا إلهي النبي الرمي مؤمنين تا وعملوا الصالحات أعماشا ونواناكسنا في عنا كددا ليهديهم ربهم رب قد وهنونين إيا بإيمانهم. مرحبا، إيمان كودا إلهي كوهنونين إيا إيمان كودا محل لغو غارا خيرك اعماشاس وناكسن وحا لغو هليو وا ايمانك ايمانك الهي كهنوننيا مركاس اي وحي غليان جنات تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. تجري حالي سعونيس من تحتهم هوستود يعني جنات اس هوستيد الانهار وبيال في جنات النعيم بكسوي. مركا الهي وحو كهنوننيا إيمانكودا إيو أعماشودا ونكسر أي سميين وحا إلهي سينيا في جنات نعيم. نعمة جنة دا إلهي سينيا، نعمة جنة دا يا إلهي سينيا. تجري حالي سعوني من تحتهم هستودا الأنها وبيال كفا سعوني وبياشا يعني أفرت إيه جنة دا دحدي دمر
إنه إيمان دانه وبيجا خمرة أيه وبيجا ملبك أيه وبيجا عانها أيه وبيجا بيها يا سيدا أصعون يا جنة هوس تدوي يعني تحت أشجار الجنة هي تحت قصور الجنة جنة سر هذا قري هذا دردر يعني جيدها مره كسو بحيا واتر يعني عينب كي تمرت يجيدها مره له هوستو ده أيه وبيالك سيدا أقول قل يومي أي وقال تعالى إلهي وحجر إن الذين آمنوا كوا إلهي النبي الرمي مؤمنين تأو عملوا صالحات أعماشا ووناكسن الليم كانت لهم وحا أسقنات جنات الفردوس جنة الليلة الفردوس أي أسقنات نزولا دقيتان بي أسقنات مرتقات بي أسقنات هل كان لقود جنة يلقصوا دوين يوا جنات الفردوس خالدين حاليهم فيها جنة سي كوا ريان ولقوا تكب حمايان لا يبقون مد البيان حوالا عنها إلا قبدلوا أما أي كبحان مرنا بمعصنا يوم هل نعمة مركي الأركو أن مرنا بلغتي كرموي وقال تعالى إلهي وحور عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى جيت كال إلى سدرة المنتهى عندها أكتئد وحاء هذه جنة المأوى جنة اللي هي جنة المأوى جنة المأوى جنة اللي هي يددك مؤمنين تهي وناكسن وردن أي قليان ما أوجه النغنس كأروريا وقال تعالى إلهي وحجر إن الذين آمنوا كو إلهي النبي الرمي مؤمنين تهي مؤمنين تهي إيمان كالي مدو عملوا صالحات عماشا وناكسن كد دالي أولئك كواسو هم أيغو خير البري مخلوق كو خير كبدو مخلوق إلهي وأبوري يكون كنكر كيسا كنو لياء وخير بدن كو إيمان كي أعماشا ونرسن سالحات كالي مدو تإلهي النبي الرميان هذا أعماشا سالحات كي ونرسن كد ذلك أولئك هم خير البري جزاؤهم أبا المرنتو عند ربهم إلهي ربي قد أكتس أي كل يهين جنات عدن جنة الليلة جنة عدن وهي لقل نقاني جنة النقاديقة جنة هذا هو اللي قد ألقى بحينه وهي تجري حال يسعون يسا من تحت يا هوست هذا الأنهار وبيال باسدا أوسعون خالدين حاليا كواري فيها جنة ذا سيكواري أبدا ولقود رضي الله عنهم إلهي ما كرى للنقضي ورضوا عنه أيقنا ويكرى للنقضي رده إلهي بيهلان إلهي ما كرى للنقضي مركاسا أيقنا إلهي مركو أبال مريا نعمة للسي أي رال للنقضي ورضوا عنه ذلك نعمة سي جنة سي أبا المرتا ونكسن إلا شيء لمن بؤسك نادي خشي ربا ربك كبغي الدنيا مركي لجوبي قفك ربك كبغي قفك كاسا إسكال أبا المرتا ونكسن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوليها في الجنة ثمانية أبواب جنة في قيد وحاء هذه سديد الباب كويا جنة سديد الباب إلى ذلك وأهل الجنة الله فرياء يكسو قليا فيها أبواب تاسو حكم إذا باب الباب يسمى لقوم قعاب الريان باب كدركت لي رداب عكنان تول ريق وحالي مركا شراب كدركت عبتان كمركا تكدركت أيا ري لي رداب باب مركا تكدركت كدركت سنتهي أمس وحقون لي رداب ملها يوحق عجل إذا مركو قوان ويسو لا يدخله كجل ما يا الباب كاس إلا الصائمون دتك صوم يوم باك جلي أدوية ما مركي جوجين مركي صومين صوم كهراد يوم بي كل كل من صومها وحلو أبا المرن يا الباب كل اللي يرادو باب الريان اللي يرادو وقف كي كجلبه ويسكت درجية بدي سكعو كنانة حديث كمسلم البخاري باورنا يود ابن عمر وحال لقوري يا عبد الله بن عمر وحو النبي كورنا يا صلى الله عليه وسلم قال وحو يرى النبي باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة ومد إذا الباب كأي كجلي سجنة عرضه بلر كيس مسيرة الراكب الجواد ثلاثا ومد إذا الباب كأي جنة كجلي يرى النبي صلى الله عليه وسلم عرضه بلر كيسو مسيرة الراكب الجواد ثلاثا نينك فرس كآد أدرى يسارا بسدح بري الباب كقص عوني الباب ككل كيسو سدح مال بطقص عوني نينك فرس كدرى يعيرنا
gudaha marka laba gaarin waa albaabka keliya laga gelayaa saddex maalmood faras la orodsiiyo intuu ku ordayo ayuu albaabka keligii leegyahay uma inahum la yadqaduuna calayh markaasay isku cidhiirinayaan haddaan albaabka intaa la eg madaydu markay ka gelayaan way isku cidhiirinayaan buu nabigu leeyay xataa takaadu manaakibuhum tazuul inay garbaha iska jijabiyaan bay ku suganayaan iyagu garbaha sidaa isku leh ayay gelayaan wey yacni cidhiirigay ku gelayaan xoog ummad aad bay u fara badan yihiin jannada gelaya allahuma ajcalnaa minhum allah nagu dara way xadiidka imaamu tirmidi baa wariyay can cubaadata ibnu saamid radia allahu canhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي في الجنة 100 درجة في الجنة جنة في قيد وحا هذه 100 درجة بقل درجة يا جنة الحديدة كوية ما بين كل درجتين لبدي الدرجة وحا حي كما بين السماء والأرض سمد يا أرض أرض يا سمد وحال يا شنب قول سنة الله سعونا يهدي الغدر مركوا بقل درجة oo labadii darajaba 500 sano loo soconay intay la eegtay ilaahay unbaa garanaya subxaanahu watacaala awoodda ilaahay weyninkeeda fadliga ilaahay waasacnimadiisa bal intuu leegyahay aclahaa walfirdowsu firdowse jannada la yidhaahdo aclahaa midda ugu horeysa ugu koreysa weeye darajatan jannada darajooyinkeeda waxaa ugu sarreysa firdowse weye wa minhaa jannada firdowse la yidhaahda ayay tafajaru tatafajaru anhaaru ljanna jannada webiyaalkeeda alarbacatu ee afarta ah firdowsay ka soo burqanayaan afarta webi ee jannada dhexdeeda marayo ee fii suurati muxamed ilaahay uu ku sheegay fiiha anhaaru min maain gayri aasinin wa anhaaru min labani lam yataqayir dacmu wa anhaaru min khamrin ladatin lishaaribiin wa anhaaru min casalin musafan ba ilaahay afartaa webi ilaahay suuratu muxamed ku tilmaamay jannada firdowsay ka soo burqanayaan markaasay jannada inteeda kale sidaa u marayaane saa ugu burqanayaan wa min fawqihaa jannatulfirdowse korkeeda waxaa ku yaalla wa min fawqihaa iyada korkeeda ayuu yakuunu ahaanayaa alcarsh carshiga ilaahayna wuxuu ku yaallaa jannada firdowse la yidhaahdee darajaadka jannada ugu sarraysa webiyaasha jannadu ay ka soo burqanayaan korkeedana carshiga ayaa sidaa ku ahaaday faidaa sa'altum allaha buu nabigu yuhi calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay wax weydiisanaysaan fasaluuhu alfirdows haddaad ilaahay wax weydiisanaysaan firdowse weydiista waa jannada darajada ugu sarraysa wey ilaahay weydiista wey imaamu tirmidi baa xadiidka warinaya sunankiisa ku wariyey imaamu albukhaarina saxiixiisa ku wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal fi ljannati 100 daraja jannada dhexdeeda waxaa ahaaday 100 darajo maa bayna kulli darajatayni 100 caam labadii darajaba waxaa loo soconayaa 100 sano ayaa loo soconayaa can abi saciid waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal ina fi ljannati 100 daraja ina 100 daraja 100 daraja ayaa fi ljannati ahaaday low ana alcaalamiina ijtamacuu fi ixdaahunna lawasicatum caalamka dhammaantii 1 daraja hadday isugu yimaadaan taasaa ka weyno ku filnaan lahayd marka waa 100 darajo oo tii la arkabo 100 sano lagu soconayo ama samad iyo ardada intuu dhexaysa 500 sano lagu soconayo caalamka dhammaantii 1 daraja ku filan wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi tacaala wa furushin marfuuca ayaddaas markuu nabigu fasirayo sal allahu calayhi wasalam wa furushin firaashyo ayaa jannada fiigaada firaashyo yacni joodariyo wey iyo firaash marfuucatin la kor yeelay firaashyo gaagaaban oo dhulkuu dhow maaha waa firaashyo dheerdheer aad u weyn jurmigoodu markuu nabigu fasirayay wuxuu yihi qaala wuxuu yihi nabigu irtifaacuhaa firaashkaas irtifaaciisu kamaa bayna asamaa'i waalard masiiratu 500 sana samada iyo ardada inta u dhexaysu firaashkii la egyahay dhirkiisu fuulitaankiisaba khataraba waaba asaga naftiisa in loo sii raacaba weysh mooyaane firaash lagu seexan karaba maahade waa firaash intaa la eg wey 500 sano unbaaba fuulitaankiisa dhanba loo sii soconaya firaashka intaa la eg marka waxaan biraha iyo waxaa la geliyana maehe waa firaash iska soconaya marna hoos kula tegayo marna kor kula tegayo mar meeshuu doono kuula soconayo raaxa awey dhinacaad rabto kuula jeedsanayaa wey
ما شاء الله نعمة هالكاسة يتالاوة إمام الترمذي باسونا كيسا كورة نيوية الحديث كاسا كورة نيوية جنة صفات كيدا وحا كميدا تدخل دمؤه ليراد ولدان ير يرى ويل ير يرى هو خدمها جنة كخدمة يوي يا كخدمة يوي ولقد أن ويناني وسك ير يرى هم تأذى سمي ولقد سكهان يا يقول الله تبارك وتعالى يضوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يضوف عليهم أهل الجنة دشود وحاسدا أبو وريغي ولدان ويلل يريرها كو وريغي ولدان على هيئة الأولاد ويلل يريرها أن قان قارينو تمنجر لبي تمنجر ستحي تمنجر ولا شا يرير كاود ولي قود دمد قوبيا دا دا مرافيا واحد لسان وقدر مرايا مجر انتا وميس كهانيا سيدا بالله أبو ريبدي محل لو ريغيا بأكواب كوبب يو أباريق أفريقيا يريراوي كوبب يا أبريق أفريق الله سبحانه العذاب أفريق يركا وجلمت كوي يركا أي لو وريجيا كوب كمرك وكوب أنا يعني مل لهين لقبته دقي وحب ماله مل مل نعكسكو دك مرك وكوب كلية ماشي ودك تكلية لقى ما عبي موته كوب كار جنة دق ماله دين على دين عرفتك كبرني سوا مل كسو أصو بدينا تكعبت يا إبريق إبريق ونوحوي إبريق يريره ما لقبتنا وولي ما لقشوفنا وولي مع الأبروق هذول لبض أصلهاين إبريق في عن من غني مقدر وينو ما لقبتنا ليه ما لقب وكأس من معين خمرة كأس والخمرة ليه سيدا كأس هذا الغوال كخمرة كوجي تقاس فيه خمرة أو من معين إيش معين ليه هذا وعين الله تنقد عيل أول قد جئين بلنا المعام بدنا وهذنا أن جئين يا الله قصوا درا ياهم خمرة الجنة دوا خمرة آدوا معا وآدوا راحة بدل الدنيا دوا الله حرم يدك كمؤمنين تاو الله حرم الدنيا نينك كعب الدنيا خمرة آخر حرام كتب الله هو جنيا ما ندمين يتس لا يصدعون عنها خمرة داس دفور كم حنو جنس مركي عبان دفور كم حنو ناي غونجب كما دعايا ولا ينزفون من وريريا وحي رسلقان مدريميا والراحد جنة لو قلت لك مثل لو سرقام يما وفاكهة بيليهن قدار اي فواكه مما يتخيرون اي كلا دورانيا مد دي رمان فواكه دن نوعيه هذو دن مد الجعشة هداد عينبك جعشة اي هداد عنبها جعشة اي هداد ببيك جعشة اي مد على مد كالت جعشة اي دوراني سا فواكيد بسلا لغو هرنغيا ولحم طير بيلي شمبرا ير ير او لا سوسول هيلب كودي وي شمبرا ير او اد بربورنو عيلونو يا لا سوسول يا مركاس امركي لا سو فورناي وخيو اد معان بدل ما لكين يوم ما يشتهون وحي اد اجعلهن وحور عين قبل اد عد عد اندو وين انت كسويان قروح بدل عد عد هذانا إندوا وين عين إيش عمرك سيدا أوجي حنطة وقرحوه وين إنك لشيء جاي إيش جاي هذا سيدا أو دير وين مرك قرحوه من غنزة إيش عمرك سيدا أوجي وين توافلحوه عين كلشيء جاي وسيدا سوي ساس إيش أو دير تايو مرك أسي قرح بدن تايو كأمثال اللؤلؤ المكنون جوهر لا تحيب بعض ملاين ساكب راس قرح ده سيدا أيهين جوهر يعني بعض ملاين سا جوهر لا تحيب جزاء بما كانوا يعملون بإله جزوا والأبال مريء جزاء أبال مرن بما بلوا أبال مريء كانوا يعملون أعماشي وناكسناي الدنيا سمين يين أيا لوا أبال مريء بإله وقال تعالى إلهي وحر ويضوف عليهم أهل الجنة كرك وضا وحاسعون يأخذ مين يوريق يولدان ويلل يرير مخلدون وجنة كوار يولد أن دمانين إذا رأيته مركز أركت ويلشاس حسبته وحد أم ملينيسا لؤلؤا منثورا جوهر لفرديات ملينيسا
kulligoodu wada dhalaalayaan barbarqayaan wiilasha quruxdooda iyo siday u dhalaalayaan iyo iftiinkooda waxaad u malaynaysaa jawhar sidaas loo firdhiyay. waidaa ra'ayta thamma halkaa haddii aad aragto thamma halkaas ishaaradaas biciidka darajada jannada siday qaaliga u tahay baa waxaa laga dhigay ishaaro biciid a lagu ishaaray thamma halkaas jannada haddaad aragto ra'ayta waxaad arkaysaa naciima nicmo aad u fara badan iyo wa mulkan mulki kabiiran weyn halkaasuu mulki yaallaa iyo nicmo halkaasay taallaa wad caaliyahum thiyaabu sundusin ehlu jannahu waxaa korkooda saaran oo ka kor noqday dharka sunduska la yidhaha waa xariirta iyo wa khudrun iyo kuwaasoo khudrun cagaaran iyo wa istabraqun xariir sunduska iyo istabraqu waa xariirta noocyaheeda uun khudrigana dharka nooc cagaarka markii la midabka cagaarka la yidhahda ugu qurux badan waay intay ishu qabato midabka ugu qurux badan waa khudriga ku cagaarka yaa wuxulluu asaawira min fidda waxaa loo xidhay oo lagu ziineeyey ilaahay wuxuu ku ziineeyey xallaahum rabbuhum rabbigood wuxuu u xidhay yacni asaawira jijimo oo min fillatin filla aw jijimo aada u qurux badanna way qabaan rag iyo dumarba jijimahaas quruxda badan baa loo gelinaya quruxda badan wey jawhar ka samaysa wasaqaahum rabbuhum rabbigood wuxuu ka waraabiyey sharaaban cabitaan dahuuran oo nadiif ah inna haadaa yuqaalu lahum waxaa loo leeyahay inna haadaa kan kaana lakum jazaa'an abaalmarin buu idin ahaa waa ka abaalmarintiini adduunyadu maaha daar yacni daaru jaza ma aha meel mu'miniinta abaalmarin u noqon kartaba maaha aakhirada ilaahay ugu talagalay abaalmarinta wa kaana sacyukum camalkiinna wuxuu ahaaday mashkuuran mid la aqbalay buu ahaaday buu ilahay u leeyahay subxaana wa tacaala acmaashiinni aad adduunyada samaynayseenna waa la aqbalay abaalmarintiinnina waa kan baa ilaahay leeyahay abu hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu wuxuu nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu qaala allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu leeyahay acdadtu licibaadii asaalixiin addoommahayga wan wanaagsan ee saalixiinta waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at il waxayna weligeed arag walaa udunun samicat dhegna weligeed ayn maqal walaa khadara calaa qalbi bashar qalbi bini aadanaan weligii ku soo dhicin jannadu dee markii wax kasta lagu tilmaamo waxaan aad taqaano magiciisa unbaa lagu tilmaamayaa dee adiga unbaad leedahay bal inaad xoogaa si ay u yara eg tahay u yar fahanta mooyaane waxan aan adduunyada ku naqaano maaha jannaduga ila maysan arag weligeed dhegna weligeed maysan maqal qalbi bini aadanna weligii kuma soo dhicin balha maa adlacakum maa adlacakum allahu calayh balha iska daawey macnaheedu iska daa maa adlacakum allahu calayh weligiin ilaahay idinma tusin jannada sifaadkeeda maba ina aragdeede qofka marka jannada la tago unbaa la arki karaa mooyaane adduunyada wax lagu arkay maaha fi riwaayatin maa udlictum calayh laynima daalacsiin mina arag jannadaba uma qara'a wuxuu nabigu akhriyey falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun falaa taclamu nafsu naf ma ogo maa ukhfiya lahum waxa loo qariyey oo min qurati acyunin il waxay ku qabowsato ku raaxaysataa jazaa'an abaalmarin wey bimaa kaanuu yacmaluun camalkoodii wanaagsanaa ay samaynayeen baa lagu abaalmariyey baa ilaahay waa la abaalmariyey muslim iyo bukhaari baa xadiidka wariyey wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laqaabu qawsi axadikum fi ljannati khayrun mima dalacat calayhi shamsu aw taqrub laqaabu qawsin qaansada qaabkeeda laqaabu qawsi axadikum axadkiin qaansadiisa qaabkeeda qaabu qawsiga waxaa la yidhahaa qaansadu saasay usoo gadantay soo maa geeskeedan iyo geeskeedan baa la yidhahaa ee xariga uu ku xidhan yahay boqonka xariga uu ku xidhan yahay labadaa geesay saa usoo qalocaan intay isu jiraan waxaa kaloo la yidhahdaa xariga meesha dhexdiisa ahee markii la ganaya gamuunka dabada loo saaro iyo halkaa kale ee qaansadu ay ka godantahay ee dhabarkeeda intay isu jiraan intaasoo kale laqaabu qawsi axadikum axadkiin qaansadiisa labadeeda qaab labada gees ama halkaa dhexdeeda iyo xaragga intuu isu jiro oo fil jannati jannada dhexdeeda ahaaday
أيا خير كخير بدل مما دلعت عليه شمس أو تغرب وأدوية نوران قرحدا وح أصور رح يسوي قرحدا ورح يسوي وح كخير بدل قال سدى سلبة دي الجيس أو جنة كخير بدل الدنيا ما قيمة إلا ذا يوم حقيمة أما لو حديث كمسلم يبخاري باورين أيوه سهل بن سعد سحاد قال لي روح لقوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي موضع صود في الجنة قل أنت الله دعو أو جنة دحدة ده هل قل أنت سيد الله دعو أو في الجنة جنة دحدة ده هذا يا خير كخير بدل من الدنيا وما فيها الدنيا وحي دحيا لون الدنيا ملك كذا هي مال كذا ذهب كذا هي دولار كذا وحي تهور دن وحك خير بدل هل قل أنت الله دعو أو جنة ده خير بدل قيمة ما الدنيا ده حديث كما أبو خارب أورنا يوم جنة اسمها ذو سيئو أجيه عيد ذو سيئو أكتها تراب كجنة هي تقحانت هذا ير ير كي قرر رح هذا يعني محيك السماء يسان تقول كي ذو سيئو أجيه أبو هريرة وحا لقوري رضي الله عنه قلت وحا نربو يا رسول الله إلهي رسول كيسي ومما خلق الخلق مخلوق بحالك أبو قال وحو إلى نبي من الماء بيا لك أبو وجعلنا من الماء كل شيء حي بإلهي من الماء قلنا وحا نربو الجنة ما بناؤها رسول كيله الجنة سنوت الماء اسمها ذو سويقيا قال وحو إلى نبي عليه الصلاة والسلام لبنة من فضة ولبنة من ذهب جنة كل جيد في الله يذهب بكسم يسنتها في الله يذهب يعني ما ذهب يقلم بكسم يسنتها ينظن والله هذا شيء وقر رحمة وحول بوقع لسنا وقي غبا يا الله قدس مركب دسمه هذا نن تيل كان لقد دسي يا متلال كذا أما وحى كذا يسنتها لك حانت هذا نن وذهب في الله مركب واللبينة وارنجح أما ومتلال أما وبلوكيتي لبينة البلوكيتي قال لنا يعني هل بلوكيتي او ذهب يا هل بلوكيتي او في الله عليه سار ساره مرت قرخدا كان وا في الله دلاله كان وا ذهب ميد كان نوع غارو ليه سوغيه ميد نوع غارو ليه قرخ وملاقها مركي بلوكيتي اللي ساره يمحل مريا سميته سولو مريا سميته سدا لو مريا ذهب كاس في الله بلوكيتي كاس لغا سميه وخا لا سارينا المسك مسكي واي وخا ادو عرفاي شميتها لو قصية ودنو ومسكي ودوق ودوق بدن ويالات فرويات كودوق بدن يصير اللوم مري مركز قروح هي وحيس كدرسة ودوق بيس كدرسة زينة وحي إيش قبطاء هي وحي العرفية وحي ودوق ودوق بدن بيس كدرسة وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت قرور حير أما جاي غير يصير بعد كير الجنة بحدة يصير أود دار سنة اللؤلؤ والياقوت وجوهر اللؤلؤ وتربها عيد دونا الزعفران والزعفران كم يذهب كيسوك ليلة ذا قرحة من دخلها قفك قال جنة لاس ينعم نعمة سنة يا ولا يبؤس وحد باتا أمتها بنسو جنة نحن هذا قفك يبقى قال جنة لاس قال نوع عاسع ده نعمة أنوي نعمة بس بؤسي وحلى إذا ما بأرك يده ويخلد والوارن يا أهل جنها ولا يموت قفنا كدمن مهاي لا تبلى ثيابهم ولا يفني شبابهم ولا يفنى شبابهم يا الجنة هو يكون واريا جنة خلود لا موت بالليه يا أهل الجنة خلود لا موت وكوارس أولي دي مشوا حلي هذا المجد خلود بلا موت دي مشوا مجد يا النار كنسيس الأولي لا تبلى ثيابهم نركوا ذم باليوم نرك أي قبان نرك الدنيا ذوق لما ذا سما نرك أهل الجنة هم ما ريان ما لاركين حد الله صوت بحيل ما ذم لنسا واحد وسقوب يماها واحد دوقوب يماها ما دل دلاع أي شغل لكم قبان أي نر نعمة الله أبو ري أسكت نم النعمة إلا راح يستلقو تلقى نرك وان نر راحة مرك نر ما ريان أي نر دل دلاع أي أي مد وسقيسنا أي ندي دنا ماله خلاي الماله كني بيو قبوا كني بيو ماله راحة ولا يفنى شبابهم بل يرى نمدود المتلس فلا يهرمون أبدا ولي قود مد قوبيان أهل الجنة
صدن يسدح جر وي كل جود دادو ما قالوا دون أهل الجنة كل جود وأود أهل يعني صدن يسدح جر وي رجوا وأود قرم ليتي قرأوا بصوا بحلي شعر ربهم منه ملا أقبلون أساس وكلته. ثم قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام النظر مركز إذا أطل مامي ثلاثة لا ترد دعوتهم صدح دعوة لمردي الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام. إمامك عادلك الدعوة دي سلم الردي هدو كدعي إمامك عادلك الدعوة دي سوى مقبول نقع عدالتك ويحقق عمل فلي قفك الصوم من إله كأفر الدعوة دي سوى الله قبله متك مظلوم كي لقى قردني اللي دلمينا دعوة دي سيا بريدي سيرفعها الله إلهي فوق القمام ضرورة تكور كذا بالوقع ذي بريدي سترور بالوقع ذي وتفتح لها الأبواب والسماء سمد ألبابه ذا الله فريا ويقول رب وحلي عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين قف قال لدلمي إلهي وحليه وانكو قرقاري وانكو قرقاري مدى بعد قيد بالله كنك بالله إلهي بأويا لقف مردي لك قردنية النصر إلهي مبسوقي إلهي بأو بالله قادين وقرقاري إمام الترمذي بحديث كورينية جنة وبيال كذا هي إلها كسوة برغنية قال الله تعالى إلهي وحي مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة جنة صفة هذا صفة الجنة التي جنة سوعد المتقون متقين تلود لو يبوحي تجري وحاسعوني من تحتها هوست هذا الأنهار وبيال وبيال بهوست هذا سأو برغني وكلها دائم عنتان كذو دائم عنتان دماني نما جنة سكتال ولقد ما دمانس وحقو أي ما وحلو أي ما قيدي ملهو دي وسكساري بي عن وإسك برقنايا نعم مرنا وإسك تعالى واحد ما نيمه وذلها هركذون دائم وهي وهاس أن مارين وكلها دائم وذلها بل إلهي وذلها دائم وهي هاس كذون وإسك دائمه لا ينسقه شمس قرحم هاس كاس جنادا قرحم أنت كإمات وإمات وما بابنا قرحم ما لجنادا لحد حق رحلي يا مال مركو إسك هاس أيون هاس أول كده مارين تلك تاسة إلهي عقب الذين اتقوا هو إلهي كبقي عربته ذي هو إلهي كبقي متقين تي أدوين مركي جوجين عمل فلي أبال مرين توضع إيا عربته ذا جنة النوع عاسي صفات كاسلوا وعقب الكافرين النار هو قال هذا أنا عربته ذا النار ويا إلهي. وقال تعالى إلهي وحجر فيهما عينان تجريان فيهما لا بداس الجنة نحن هذا وحاء عيد عيد كورس إلهي فقصة المام الجنة قف كسومو من إنه لا بجنة ليه ولمن خاف مقام ربي جنة تام بإلهي إلهي لكل إنكيس إن إلهي بريق يوم السهر استأجني قف كبقه جنة تام لا بجنة ليه. لبداس جنة فيهما نحن هذا وحاء هذا عينان تجريان لب إلود باسنا أبرقني إلبا إسكبر قنس آياتاً كالإلهي وحكول فيهما عينان نضاختان والله إلوضو برقني عينان تجريان ويسعونيان وإسك دائم وي نضاختان وحوي حب يسعونيان بيهدو يعني بيه ترتيب ضعيف مهو بيه حب يسعوني برقني وي. وقال تعالى إلهي وحي مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة أيضا كان إلهي وحي يقول مثل الجنة جنة صفة التي جنة سوعد المتقون متقين تلو يبوحي فيها في وحا هذه أنهار وبيال ومن ماء من ماء بيء غير آسن مرنا إسبدلين وبيء يا صعون يا جنة نحس وبيء يا صعون يا إسبدلين تغير الليل عمله غير متغير بخلاف ماء الدنيا فإنه يتغير لأي شيء يصيبه بيها الدنيا وحدي تابتان وحقدر ماذا وسبدل يعني جنة بيها وحس بدل يعني. وأنهار بأهد وبيال ومن لبن عانا لم يتغير ضعمه ردا كيسون وسبدل يعني عانا الدنيا ما كي جوعان هذه ميلا ديجا ويبقى ينصوم هيك القايا أما هذه هو الفعل وشو أنا ويسو صحيح أما قرار بين غنيان
هدونا ويسيها الله بيان فهدي عبار سيدة هاينا ويسيح ماني يسوما عانها جندة وبياشا اسكا سعوني واسكا ضيوي ولي قود من بيع ايان من قرور ايان من السوسع ايان وحوما نقون ايان مكالقو ايان واسكا ضيون حتى اللي صول السيوم بعضهم اللي نسافرش معين لم يتغير دعمه بإلهي عانا أنس بدليني وأنهار وبيالبا هذا من خمر خمراء لذة للشاربين ما كل عبينا أذ معان بإلهي لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند شربها والو امتحان ما هو خمر الدنيا مركي عبيان حتى وين نبيسا خمر الدنيا واحد أربضا نب بيكو عبيان دي مثل جنة هو سجيدا نيسا أدو كيدا معان كيدا يرا حدا وأنهار من عسل يوبيال ملبا مصفا ولا سافية ملب وحوى وح قشرة يوح يعني من الهين وسافئة هذا عد وبياسا سجنة لك عبية إلى حس إسكس عوني ودائم كأ أي أهل الجنة سيدا وعبية أنا كل راح يسنا عن أبي هريرة وحى لجوري رضي الله عنه قال وحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي الصيحان إيا وجيحان إيا والفرات إيا والنيل كل من أنهار الجنة صيحان وبيجا صيحان ليدا إيا وجيحان وبيجا جيحان ليدا إيا والفرات فرات إيا والنيل نيل أفرتا وبي كل من أنهار الجنة أو بياش الجنة مرة يوم مرحبا وبياشا جنة مروه إمام مسلم حديث كورنا عن أنس وحلق وري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر نبي وحل ويدي كوثر كالو إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر بإلهي وحان كسيني نبي محمد كوثر بان كسيني بإلهي كوثر كاسا نبي السؤال عليه الصلاة والسلام فقال وحي النبي ذاك نهر أعدانيه الله عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر وبي جنة كويا له إله إسييب النبي عليه الصلاة والسلام ذاك نهر وبي حوض كان والو فسرا وبي جنة دحي كويا له والو فسرا خير كثير والو فسرا مفسرين تمر كفسرا يعني إن أعطيناك خير بدن بانك سيني نهر في الجنة بانك سيني حوض بانك سيني حوض أمد هذا كعبي دونا متكسوا على فسرة يعني حديث كان هذا معقوف فسرة يا وبي جنة الحديث ذكوا يا لوي الرسول كله عليه الصلاة والسلام ذاك نهر وبي ويعدانيه الله إلهي سي عز وجل وفي الجنة جنة الحديث ذكوا أشد بياضا من اللبن وبي قاس سجى بيه سو عدانت ويحك عديه عانة بيها وح أبو معانك بدن بيها عدوي سدعانها أول، نقولك قارو حجرا، آت كوا عرسان كوا بيه سوا، أمرك نقولك جلاب بعد ما لين سوا، وح عد بين غنى وح يرو عانى الجدار يا ملين، عد بين أمعين منا، أشد بياضا من اللبن، عانها هو كعديه وأحلى من العسل، حبك برشدنا هو كمعين، ملبك نبقي سه نوعية بدن، متك ملب عد كل إلى ذاك أم معانك بدن ولا، فيه طير وبيجاس. دينعيه إسا ده وبيجا سوا وبي نعمة بدنه ده جد مريض ودن ودينعيه إسا سيدا وبياله وبيجا سوا حسيدا يعني جده إسا سيدا أسرانه أدا غيره طير شمبرو أعناقها لقنت ودعوم لين إسا كأعناق الجزر جيل وجيل لقنت إسا كلي ليه شمبرو أنت اللي جيل لقنت إسا كلي بلي قال عمر وحجر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذه لناعمة يا رسول الله شمبرها سوا شمبر نعمة استي شمبر لقنت هذا ولقنت جيل اللي أقتها شمبرها سنعمة بدن أو حسي عريان نسكن نعمة استوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها دتك عنيا أنعم منها ورسول الله صلى الله عليه وسلم شمبرها سدا أون نعمة استي سدا أعيلي سدا الكاس يعني كعيلي دتك عنيا أم باكس نعمة بدن وحاس دتبا إلهي ودياري وأهل الجنة أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أي كعب إذا النبي حول كيسا يوي كيسا سيئا كعبين قفك عبنا ولي يدب دم أمي مهي
عن حكيم بن معاوية وحل قوري عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء. جنة نحن إذا وحاء هذه بض بياء وبحر العسل، بض ملبة وبحر اللبن، بض عناء وبحر الخمر، يا بض خمراء. ثم تتشقق الأنهار، تشقق الأنهار وبيال بكسو برغنا يا هذا. أنا بعدين أنت بعدين أنت صوبت بد بيا يا بد عانا يا بد ملبا يا بد خمرة أمرك سيدا سوم ريان هذين وبيال بك صبر غني وبيال يري راسا هذين أبسي لحنا يا ودي عانا يا خمرة يا بي إمام الترمذي باورني حد جنة ذا جيد هيدنا جيد ميرات كذا جنة ذا يعني وحلا وحي فواكه يا نعم ورنا ما كنت على مبدأ جيد كم مقام بماله سيدا إلهي كنت المامي إلهي وحليه ولمن خاف مقام ربي جنتان ولمن خاف قبك كعب صدو مقام ربه إلهي لكل كيس قيامها إلا سهر استأجني قبك كعب صدو جنتان لبا جنو ليه لبا دا جنة إلهي تلمامي ذواتا أفنان وي جيده هو ديبا أنت سيدا أبحان إلا ما هي سيدا لا ما هي سيدا أصبر مالك وال جيده أسحبه ذواتا أفنان جيده كبحي أيا سيدا إسوق يعني إسوق شذي فرقها إسوق شذي مالك سيدا غصن شجر عليه أفنانك لام أصحابه فيهما من كل فاكهة زوجان بإلهي لبدا سجنة فاكهة نوعي تحيب لبن نوع بكويا نوع كسل فاكهة كسل مقع عليه لبن نوع يتقار كيساوي مركي النعمة داس عنان إهلو جنة يا هدنا متكئين على فرش فراشي وأوين بهدنا الله دقيا جنة الحديد بضائنها من استبرق فراشها ما حد يحد لو غلي استبرق حرير با لو غوغلي غدهنا لو غلي يعني مركا فراش اسا دم راحه او حرير لغا سميو مرده كو غوغلنيه وخا كو جيرو دم وجن الجنتين دان لبد الجنه مد بمد وي دوده قفل اركو جنة يعني واغا جنة دوي. وقال تعالى: إلهي وحري وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ذاتك أهل يعني يمينك ما أصحاب اليمين مياد قرن إسابة إلهي أصحاب اليمين كحيين في سدر بيهادين مخدود وطلح مندود وذل ممدود وماء مسكوب في سدر مخدود جيت كاسيدر قليا شجر النبق باليا لا شوك فيه لا شوك فيه وجيت وح قرحة اللهين جب سيدر جب كليا لكن جب كنا نو نقان وحلي قرحة ولا زما لكن متك جنة كويا القرحة ماله وجب أن قرحة اللهين جيت الأركو مركز وطلح مندود طلح نوامح وموس جيت كموس كوي مندود أي مملوء بالثمر موس باكويا على جنة كل جيس ودم بوضع مرأ سلاس الله شاء وذل ممدود جنة ودم بوضع حس جيدا وأوين أو وضع حر أو وح قرحة بمالدة ورحمة بجرت بدي مركز أيضا ودم بوضع حس ده عمايشو حق قرح بدن تاي مركز سلاس حس ير افتين ير إلا ده هيو هدن حس وكاو وماء مسكوب يبي اسك سكوني جار بيرت مارته markay biyo dhex socdaan bay si nicum badan tahay wabiyal ba iska dhex socdo geed mireedko dhan markuu is qabsado oo ayadoo dhan ay hartahay hoos tahay oo kor iyo hoos ba wixii kasoo bacla hadana biyo ba meel kasta ila iska qulqulay ishan baad ka darsanaysaa iska dhex maraysa geed kasta goosanaysaa hadana isha iska darsanaysaa wii adigu sameyn may side inta sareera kula soconayo waxa la wixii qalbigaaga ku soo dhacana wildaanta iyo qalbigaaga isla shaqeeya قلبك عاد مدين والرمود ويا هيو مركي قلبك عاد ميلها سكوسو دعابو كفو يزوجيني أفكي بوساري وما يرد يرد أمو بحنو بحسي سيء ماي وفاكهة كثيرة فواكه فربنا وكل نوع لا مقطوعة ولا ممنوعة وحق أيو لوايا ماها وحل الدين ينا ماها أنت عرفتها بقى الناس أنت عرفت
سهل بن سعد صحابي قال لي وحلق وري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة جنة قيد باكوية ليصير الراكب ميتك الراكب كيه فرس كسارة وقت يهوري وحا أبو أردك بنا فرده يا عين مكتب حكا ديري مجري لكن هذا بابور أدو ديري ساجر تزوما بابور تلو أردت مئاتك أدو ديري راكب كاسا وحو كو أردي كسعون يفي ذلها هركيدا مئة عام بقل سنة لا يقدعها بقل سنة هدي لأرسية قارقاس سكو أردوم ونمرنا استاجي جيت كولي هوس كيس واسيس على وهل كي جيت كو جنات نحدي ذكويا جنات مركا انت لا اكدا لا يعلمها الا الله الهي مو بحكى لو قرنا عن ابي سعيد وحال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير الراكب متكسارا الجواد فرس كسارا المضمره الا بغلا السريعه ارد كبلا 100 عام ما يقضعها بقول سنة أي فرس كأدو داري مضمر وحالي فردها مركي الرب إلا ترتنسيه والعيلين يا مركو رعن تدأ يبيا سفي على الله وذا مركي سفي عنو عيلان ويهيل بيشان هذانا مال ما حوغا يا عبتان كبيها لغو يرين يا مركاسي جركو ذا سوى روبان يا يعني دي بيهو كبتان مور دقران موتا حوغا بيها لغو يرين لغو يرين يا مركاسو مركو يربق لالمو روبتو مركاسي دو أرد يدي أودين بولي دي حوق وبضن بولي بيه يوحي عسلين يدركتنا مالك كاسو أرد يا مضمر بالي فرس كا ديريا و خو كسونايا 100 عام ما يقدع بقول سنه كو ارديا ما نا غوين كرو مسلم البخاري قال لمده حديث بوريو اسماء بنت ابي بكر وحا لغا وري رضي الله عنها قال وحيت سمعت رسول الله رسولك الله ما مقل صلى الله عليه وسلم يقول اسغ في سدره المنتهى جيت كل سدره المنتهى يصير الراكب في ظل الفنن منها لام هذا جيت كل سدره المنتهى الى لامه سدا ابحي لان كاست هوس كذا ميت كفرس كسارم و خو كسونيا 100 سنه بقول سنه او يستدل بذلها 100 سنه راكب فيها 100 يعني راكب جيت كاس وسيده متالي دا لامها سدا اوغ بخي هوس كذا نينك راكبك بقول سنه كسونيا كو ارديا اما هل لان او سدا او بخدي بقول راكب با هلكا لانتا هوستيده كسونيا سدا هوس لانتا هوس كذا كوي فيها فراش الذهب وحكو جوجلا فراش ذهبة كأن ثمرها القلال مرها هذا وحدو ملينسا مرها سيدا أصول شو القلال أشوم هذا ملينسا مرها هو ما سيدا أقول صلى هذا متي هل كي حبوا وحولي أشوم بولي وينك نعم ودن هل كاس يسكت بدوي اللهم حسن لنا الحال وأسعدنا في الدارين يا رحمن أهل الجنة قريها أي دقيه دبقيها إزدل سارا يقرح دبضا سيدي وقهين قال تعالى إلهي وحر لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف كو الرب قوت كبقي متقين تي أدوية مركي جوغي نعماشا ونفسنية خيرات كالليمت وحا حنة إسك إلالية لهم غرف دار 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 بساريه تبقية من فوقها غرف تبقية كلا دلسار تبقية كلا سيد دلسار مبنية لدسي تجري من تحتها الأنهار وبيال أيها هوسته أسعوني يا سيدة أسعوني من تحتها تحت قصورها يعني وأشجارها غرف تاس هوسته ده يجيدها جنة ده كويا لهوسته ده وبيال بس ده وسعونه وعد الله إلهي يبوه سوى متقين تا يبوه لا يخلف الله الميعاد إلهي بلن كم جوبيه مرنا بلن كيس إلهي كم بح وحو إلهي بلن قاده وديارهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحولي إن أهل الجنة ذاتك أهل الجنة ألا يتراءون وحي استسيان أهل الغرف هو الدبقيها كرود دقنب استسيان من فوقهم كركوضة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق أهل الجنة مركا الجنة كو جيران طبق دبقية سلا السكر ساريه قلوب قولي كر دقيهن
qolaba qol kor degan yihiin marka dadka jannada degan dadka korkooda dabaqyaha saaran ayay istusaya fiiri qoladaas meeshay degan yihiin bay fiirinayaan kama tatara'una alkawkaba sidaad xidiga isu tusisaan adduriya ee iftiimayo alqaabira fi lufuq xidiga samada dhinaceeda ku yaala iftiinka badan dayaxaas ama xidigaas fiirisa u leeyahy saasoo kale ahlujannu qaarkood qaarka kale leeyahy kuwa beelkan oo kale joogaan kuwa kalena samadoo kale joogaan markaas sida xidiga oo kale u muuqanaya waa litafaaduli maa baynahum darajadooda saasay u kala harsanaysa ahlujanna maxaa yeelay jannada fadliga ilaahay baa lagu galaa jannada camal laguma galay ma ogtahay laakiin cibaadadan iyo camalka iyo dadaalkan iyo wanaaggan muxuu faa'iideeyaa darajaadka jannada lagu helaa qof markii jannada la galo fadliga ilaahay baa lagu wada gelayaa jannada markii la galo dadka way kala camal badnaayeen ninba intuu ninka kale ka camal badnaa oo ka cibaada badnaa buu ka darajo wan yahay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisa ow tilka manaasilu alambiyaa kuwa sida xidigahoo kale loo fiirinayo taas waa darajada ambiyadaan u malaynaynaa laa yabluquhaa kayruhum wax kaloo halkaa gaari kara ma jire qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalama balaa walladii macbuud baan ku dhaartay nafsii biyadihi rijaalun rag baa halkaa tegayo aamanuu billaahi ilaahay rumeeyey wasadaquu lmursaliin mursaliintana rumeeyey buu nabigu calayhi salaatu wasalam ambiyada maehe rag mu'miniina ee ilaahay iyo mursaliinta rumeeyey baa halkaa darajadoodu noqonaysa dee mu'miniintu aad may u kala daraja badan yihiin qof baa habeen iyo maalinba cibaado ku jiraya wey maxaad u malaynaysaa darajadiisu ma dhowo wey darajadiisa wey rawaahu sheekhaan waturmidi xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariyey imaamu turmidina uu warinaya can caliy bni abi daalib radia allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal ina fi ljanna jannada dhexdeeda waxaa ahaaday la qurafan baa ahaaday dabaqyo dheerdheer yuraa la arkaya duhuuruha bannaankeeda korkeeda waxaa laga arkayaa min buduuniha gudaheeda wa buduunuha gudaheeda markaad ku jirtana min duhuuriha muraayado ayadoo dhan banaanka adoo taagan waxaa gudaha ku jira gudaha markaad ku jirta banaankaad arkaysa faqaama ilayhi acraabiyu markuu nabigu saa u tilmaamay janno guryo saa u qurqurux badan baa jannada ku yaalla markuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin ree baadiyaha soo istaagay faqaala wuxuu yidhi liman hiya yaa rasuul allah yaa iskale guryaha noocaasa waa guryo cajiib eh qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hiya guryahaasu quraftaasu liman bay u sugnaadeen qof adaaba alkalaama hadalka wanaajiyey wa adcama dacaama dacaamka quudiyey wa adaama siyaama soomka daa'imo isdabadgeliyey wa sallaa lillaahi ilaahay u tukaday billeyli habeenkii wannaasu niyaamun dadku markay hurdaamo dadkaasaa helaya jannada sifaat baa lagu helaa sifaatkaas dadka ku sifoobay weeye dadka darajaadkaas helaya waa qofka hadalka wanaagsan ku hadlayo masaakiinta quudinayo dacaamka markasta quudinayo soomka daa'imayo soomka badinayo habeenkii soo kacayo wannaasu niyaa markay dadku hurdaamu salaatuleyl soo kacayo imaamu turmidi baa xadiidka wariyay sunankiisa ku wariyay jannada teendhooyin baa ku yaalla qurqurux badan guryaha iyo sarahaas waxaa ka duwanoo ku yaallo khiimado khiimad gambalo ama teendho qurux badan ayaa ku yaalla wa qaala allahu tacaala xurun maqsuuraatun fi lkhiyaam baa ilaahay jannada ragga mu'miniinta waxay ku leeyihiin gabdho cadcadoo maqsuuraatun fi lkhiyaam haddana makhbiyaad ah muxajabaad oo ku xijaaban teennada aan ka soo baxaynin waayo halkaasay ku jirtaa wey can cabdillahi bni qays waxaa laga wariyey ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu fi ljannati jannada dhexdeeda waxaa ahaaday khaymatun teendho min lu'lu'atin jawhar laga sameeyey mujawafa oo guri ah waa teendho sidaa loo dhisay oo jawhar ka samaysay carduhaa ballarkeedu situuna miil lixdan mayl weeye zaawiyo fara badan bay qolal badan bay leedahay marka qolal aad u fara badan bay leedahay fii kulli zaawiyatin qolkii la arkay oo minhaa ka mid a ahlu ahel baa ku jiro xaas baa degan maa yarawna alaakhariin kuwa kale aan ogeyn yaduufu calayhim almu'min qofka mu'minkaa ku wareegaya toddobaatan iyo laba xaas buu qofka mu'minkaa leeyahay teendhadaasay degan yihin midla arka yacni hal faleed oo gaarahay leedahay oo teendhadaa ka mid ah keligeed inuu qabo unbay u malaynaysaa ma oga kuwa kale waxba kamay ogo maxaa wax nicmo ka maqan ma jiray mar kastana waa la joogaa ninkeeda wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina lilmu'mini fi ljannati lakhaymatan mu'minka jannada wuxuu ku leeyahay teendho min lu'lu'atin waaxidatin mujawafa hal jawhar oo noocahay ka samaysan tahay duuluhaa situuna miilan
ديركيد وا 60 ميل للمؤمن فيها جنداس يعني تيمداس فيجد قفكه مؤمنك وحو لي اهلون اهل حاسسك لله اهل يضوف عليهم المؤمن قفكه مؤمنك هسدا او وريغي فلا يرى بعضهم بعض الكوكل كوكل ما اركيا تنو تغيا تنو تغيا تنو قوالسي انت سو بقل نن قودي سو كل لي هلك نكا بس وحسن سمريا المر ساعات بكل يوم سو مريا ما اوغى مره اسمه اوغى ايغا حديث مسلم البخاري باوري جنده وحا كو يالا سوق مركي نعمتها سو دو لو نعمهستو وح ولبا لغا سو دالا سوق الله يسو سو بخيا هادنا وا ان بنك لا يماد هادنا سو انس بن مالك وحا لغا وري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي ان في الجنه جنده دخلده وحا كو يالا سوقا سوق با كو يالا ياتونها ددكو ايمانيان كل جمعه اسبوع الى اركو مر با لا ايمانيان أسبوعي بحال مالنا على سوء إيمان يسوع فتهب الريح الشمال ريح الليل ريح الشمال دبنس فتحصو في وجوههم وثيابهم ريح الشمال الريح ذا يعني لنا عن كتم هذا لو تقول حق يعني وقولي كلمة ريح ذا سوى ريح عجيب وآد دبش مركي دبنس يعني حلو قوم صعوتوا يعني الليل قبوا مركي ساس كوم مريس هردك وقولي ذي أيضا معان بدمه ريح الشمال باكو دبانيس ليرتا ساسا عمرس ليرتنا لير ايغا لوسو دبايل ايغا لوسو ديرو اد معان بدنو ودغ ودتا وي لو بوفينيا ايغا ولو بوفينيا ده مركاسي وجيغودا يا دركوداي سدا عمرسا فيزدادون حسنا وجمالا بالرسول كل عليه الصلاه والسلام ايغو اد قرح بدنا اهل الجنه يا هدنا وحي سي زي انا قرح اي وناك بسي زياتني حسن وناك يا جمال قرح فيرجعون إلى أهلهم مركز حاسسكم أن غنيا وقد ازدادوا أيغو زيادة حسنا وناقيا وجمالا قرح فيقول لهم أهلهم أهل كودما وحيليهم والله لقد استدتم بعدنا حسنا وجمالا سيدا تاكا نوغا تكتر ما بيهوا محق روح دي واتكا سيدر تنبع وحكلا يدين كسو زيادة بي تاسي ليهم فيقولون رجنا وحيليهم وأنتم أدنكنا والله ما نقول لنا لقد استدتم بعدنا حسنا وجمالا قبل هنا وحرق مركز الله لابتان قداشو دم بيكون لابتان أيقو تهنده دو ديسك جوو ما يدويش يكون لابتو مركز مركز الله لابتان وحيلا أديك بمه قروح بدن إذا يعني سيد نبت أمبال أغو قرن هيا أديك بمتين يا قروح دي باكس إذا رسل رواه مسلم سعيد بن مصيب وحلق وري أنه لقي أبا هريرة سعيد بن مصيب تابعي أبو هريرة أي الله كلمة فقال أبو هريرة وحيري أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة أبو هريرة كوير سعيد بن مسيب إلهي وحا ويدي سنة أني أدق إنه نوكل من سوق الجنة سوق الجنة الله نوكل مني فقال سعيد بن مسيب وحجر أفيها سوق أو جنة ما سوق بكويا قال وحجر أبو هريرة نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيش يقول أن أهل الجنة تدك أهل الجنة إذا دخلوا مركة إذا دخلوها سوقا مركة قلان نزلوا ويدقيا فيها في قيادة بفضل أعمالهم بيكو دقيا إذا دخلوها أهل الجنة مركة الجنة قلان نزلوا ويدقيا فيها جنة في قيادة بفضل أعمالهم أعماش ودي بيكو دقيا سيكل الدرجة بدين ثم يؤذنوا الله إدم الله إدمي في مقدار يوم الجمعة في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا مالك الجمعة أيام تضمن بري بس ومالك جمعة ما هي يعني أسبوع جمعة موتة أسبوع عن نفتي سجمعة والله مركا تضمن بري بمالك بعد جمعة هي زوما مركا أسبوعي بمالك بالله إذا مالك الجمعة قدر كيسوك له أسبوعي هلك مالك الجمعة أنت وهي الله بيجي تومك ساعة فيزورون ربهم رب قد بيزيارنا يعني ويبرز لهم وإلهي أظهرنا يا عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة مركز إلهي أنتو حجاب كيس كقاضي أي مركز يهلك أكون نعمي سنة عرشي قال لتصي ينمع ورن فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ حلو دقى يا كراس نور يا كراس جوهرة ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد من زبرجد يا كراس زبرجد حري يعني ومنابر من ذهب ومنابر من فضة كراس كل الدول جوهر يا حرير يا ياقوت يا أكا ويجلس وكفرسنا يا أدناهم بافرسنا يا وما فيه من دنيء على كثبان المسك والكافور قفك أم لينا يا أم لينا أبو درجة يريها
وأمد وحكفر سنيا مل تاجة بعد كسيدا أتا كثبان كم مش بعد كسيدا أتا جنب الإنبار أو مسك إيا كافورة وبعد جبي سلم بأدب بدم بسيدا أود الفريسانية وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا كوا أسبعات كوفا دي يا كوا كراسة كوفا دي أنا واسكم بدون كون كم لين ما هي إني كون كف اللي بديه نوم بلينا جنة ده حدا ده نن عيل قوم مش أدو فدي ما حتى ده هي مجر هل كميت حتى كحد جه جو يكهوس كجو ميدو الموارال وحالنا أنا هسا واحد استوى ملو لي ويكل درجة وين لكن نول بدرجة دي ساسو كوكا نعسي قال أبو هريرة وحي قلت وحاني يا رسول الله وهل نرى ربنا ربك إنما أركينا قال وحي نبي نعم هل تتمارون في رؤية الشمس قرحة أركتدي إذا مشكبة إذن كقلي يا والقمر ضيح ليلة البدر قلنا وحان رلا ضيح هبينك وأفريتمناتك يا هاي يا قرحة وحد ترور الهين مشكبة إذن كقلي قلنا لا ما يانرون قال وحي نبي كذلك سداس وكلا لا تمارون في رؤية ربكم ربك إن رؤية ذيسا وشكل ما يسان هل كاسد مركب كل نعمة سنة سنة سوق أمرك اللي سوقي ما هذا هو السوق مركب نعمة ورنا إيه كرامة ورنا إيه نعمة ورنا إيه سوقتي بدوه مركب اللي قصة الله عبده سوق وحلوك اللي يب سنة يما ها والسوق ما شاء الله عجيب إلهي سبحانه وتعالى رده سنة يعني لقو قاري يوي أركاس مركب إهل كود أسر نقضان أي ليه حقيقة كإماتين يعني هو كوك الآد وسيق ورحلة بدون جنة قفكي دوني بير بالوسين يعني نكى بير حج على أدوية بيرن جريها بير واحد لو حي الجنة وحي قلبي قد قصة ودعم والسين يا سما نكى بير جعل بير بالوسين أبو راه للي هذا فردها قفكي جعل فرد على سين وحنا بيقول يا صلى الله عليه وسلم ما لنا أيون نبي شاكيني جنة وكشاكيني وعنده رجل كان يوما يحدثه وعنده رجل من أهل البادية نبي جنة كشكيني مركا نرى بادية أنا ما أشوف عليها ميقة كيمت مركا أصول النبي وحي أن الرجل أنه من أهل الجنة يستأذن ربه في زرع نين أهل الجنة كم إذا إلهي يقول له ويدس إلهي وبربان ربانه وحي دونان بغالسين يسموها مدبا وحي لأنه بربان ربا إلهي فقال الله له إلهي وحي له أولست فيما شئت الله واحد ربطه له سينة يسوكم الله واحد ربطه سوكم سينة قال حلو بلى إله وحو البواسيس ولكن أحب أن أزرع وحو البو نعمة إله وادي سيسي لكن بير إنان أركان واربا بير بان ربا إله فأسرع وبدر وفبادر طرف نباته واستواؤه واحتساده وتكويره أمثال الجبال islam markii ba abuur intii meesha la soo dhigo oo markii ba lagu rido oo markii ba dheelida ay soo dhalato oo ay dheeraato oo markii ba uu dhalo oo markii ba uu bislaado markii ba la gooyo halkii la dhigo qofkii laga bixiyo yaa la soo hor dhigaya waxa wa intii la dhowre iyada la fiirinayo inta ba sameynaya fa yaqulu allah ta'ala ilahi wuxuu leeyahay dunaka yabna adam qaadaha deynada adam soo beer ma darabin لكن أبو ركبة لوردي ويسار دلته بيرتي ويداراتي ويدشي ويلجوي ويأنجكت ويلجوي ومركز على صهر رجع دون كي من آدم قادة درشين كواكنة فإنه لا يشبعك شيء وحك درجنا يا ملك قادة إله إله سبحانه وتعالى مركي نعم ورنا لوسي وحل بلوسيات ربير بان روزوما قاتنا قادة درشين فقال الأعرابي وحي لي وحي جير بديها يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو نصراني أو أمسي أنصاريا رسول الله جنة مركي لقال ننك بيرت ويزديسان أما واري قرشيات أما واري أنصاريات ننك وإيقا بيرها فشوي ما أهددك كالي لازم مركي فإنهم أيه أصحاب زرع فأما نحن أنك فلسنا بأصحاب زرع أنه حولها أن تقنع إذا كمرك الجنة اللي قال بيرها ويدي سنة أنا ومنه فالحيك النبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي وكوك وصله هاي وإذا كحد أم بيرها أبو رتوح بيرتها ده ويدي سنة دونه بيرها جعله وحال وقوت سنة يا إذا كأهل الجنة وح الله وحي اشتهيا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين سو إله من وح الله وحي الرمان بجنة الوسينة
هذا بير ربان حتى ولسين يا عن بريدة رضي الله عنه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنك لأي نبي ويدي فقال في يا رسول الله هل في الجنة من خيل رسولك إله الجنة فرد ما لقيه لي قال وفي النبي إن الله أدخلك الجنة إلهي جندك قلي فلا تشاء مد أن تحمل فيها إن لقوح بار على فرس من ياقوتة حمراء له جناحان يدير بك في الجنة حيث شئت جنة إلهي قل لي سوما هذا فرس دونت وحال وهم بار يا فرس أسقور لمبا جوهر كسم يسوي جدودا لبا قرب له وكل دولة يا جنة نحن إذا مال على ما شر وقت كل دولة يا فرس يعني دولة يدي وسأله الرجل فقال وحر يا رسول الله في الجنة من إبل متكلا ويدي جيل ملقيه لي يا جنة قال حر فلم يقول له مثل ما قال لصاحبه سيدي نكي وراك النبي وما جوابه قال وحر إن يدخلك الله الجنة يكون لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك هذا جنة قشو وح الله وحي نفتها دو اشتهيسه إيش هذا نكون راح يستطلق سيني أما قيل هذا أما فرد هذا أما راشين هذا وحرر طالب سيني يا جنة دحل إلو جنة إلهي سبحانه وتعالى مركو تلمامي وحكو تلمامي إن المتقين في جنات وعيون ذاتك متقين تأكو إلهي كبغي في جنات جنوين بيكو سبيهين إيا وعيون إلى صدا أقلقلي أدخلوها بالأورنيا بسلام النبت قليل آمنين ونزعنا وانسي بني ما في صدورهم با إلهينا من غل قلبي قود وحي كجري وحقد إيا نباته ونوان كسيب إخوانا ويا ولالو على سرور متقابل سريرة إسكسو هرجيدة يكو صعونا يكو جيفان سريرة ساسي سوه رمانيا ويسي سلاميا هذا ساسي أكلا صعونا يعني سريرتو قدال قدال بيكولا صعونا يسا مكلا جيثنا يهلو جنو متقابلين سلاسوا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين واحد دال يا واحد تعب جنة كو أركي مايان لقنا ساري مايا إلهي ومال نعمة ويا أيضا رب ورسولك صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلي ثيابهم أهل الجنة جرد نوي هو غير كودو دنتين مال مرد نوي غرمليت كحل وي ودا اند كولين اند هودو قرخدا لا يفنا شبابهم دلين نمدود ما تغيسو ولا تبلا ثيابهم دركود ما دوغوبين معاذ بن جبل وحليا رضي الله عنه رسول بوحر صلى الله عليه وسلم يدخل اهل الجنه الجنه اهل الجنه جنه يغليان جردا مردا ايغون وحتن اه يا غر يا وحو سو بخي مال او دا غرمليت كل ود غرمل مكحلين وإن كولين أبناء 30 صدن سنة جرا أو 33 سنة صدن يسدح جروي أنت أسئلة وذا إجري تد أدو وذا قروح بلنوي أدو وذا قروح بلنوي نعم ورنم بقى سقطهم مركا كذب نده ده قبل أدو قروح بدن وده تلمان تودو وده أيوب أن لدمين كرينين وده إسك قادنا يسون نفتو هذا موضوع دن ودر قادنا يسيه لجنة ليهم وأتد إلهي نعمة يدير ودم يجن أهل الجنة ولا لا ماشى مال نعمة وي مال نعمة وي مال أبا المري وي مال إلهي وطل جلي وي يدتك أدوية أمر كيسق وفيه إلهي رديه سط البي أعماش ونعكس كده ذلك تنافس كلي يمد ماشى لو أبا المري الله الله نقدر ولا لا الكواسل اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه